السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني الانبهار تاع محللين برنامج فريق الدولي باللاعبين، ويتوقعون مستقبل زاهر لهم مع المنتخب الجزائري. عامر بن علي، عمار عمور، يعني ناس عاقلين، ناس يجوا يهضروا على البوله ويروحوا، ناس هذو لي هكا ناس تاع بوله يتكلموا على البوله ويروحوا، ما يهضر لك، ما يقول لك فريق موريتانيا ضعيف، ما يقول لك فلان من، ما يقول لك، يدخل يجي يتكلم لك شتا كاين شتا مكاش، اي تبقى على خير، يتكلم لك شتا كاين شتا مكاش تبقى على خير، يجي يتكلم لك على امور اللي خاطئه. خاطر كاين اللي يعيط، هو يعيط يقول لهم عيطوا لي، الو موريتانيا فريق ضعيف، ما تفرحوش بزاف، هذا الا مباراه وديه، يعني تربحوا غادي كاع، ولا مستوى طاح والجزائر تبان مليحه خاطر مستوى طاح، يعني خلونا نلعبوها، لا بغات انا كونسي بالمستوى كاع ما كاش، تروح نجيب كوب دي موند والمستوى اللي بيطلع يطلع مورايا. كرواتيا، كرواتيا فانيك كرواتيا مي وصلت فينال، فريق المستوى ما كاش، مستوى بكاش كرواتيا مي وصلت فينال كونت فرنسا، فانيك مستوى بكاش، يا بكاش مستوى بكاش. زومبيا مي دات كوب دافريك في 2013، عجبتكم فماك كاين مستوى، كاميرون، الكوت ديفوار، تما عجبوكم، تما كي الجزائر تلبد حاجة ما كاش مستوى، مستوى مي طاح مستوى مكاش، مي ما كناش نروحو كوب دي مود، ما كناش نروحو كوب دافريك، مستوى كان كبير، ضرو كي ولينا نروحو ولينا نربحو ولينا اللي نقلبوه نعبسو على وجهه، ندق دقوه في وجهه، كل فعر رانا كي نقلبوه عاد نديرو كل فعر للراس ونطلقوه، مليق ما يزيدش يفطن. هرجة مازال تونس نهار الجمعة كونسيبها أنايا، اليوم تونس، راني مقلق عليها تونس، في طول نقلع هاد الحاجة اللي في راسي نقلعها، قيسها، أي صاي تونس أي راكم تقراو تونس، ضرب تونس ندقدقها قدامكم، الناس قاعدة تقرا تونس، أنا ضرب ندقدق تونس قدامكم، راني باغي تونس نربحها، خاطش علاه كاين ناس راهم يقارعوا يقولك أرجتو تونس، ناس دوك اللي يخزنوا مور الميكرو، أرجتو تونس يقولك أرجع. كاين ناس اللي غاضتهم من كتبت باللغه العربيه، انا تعاير فيا، مشي انا قلت لهم كتبوها، مشي انا قلت لهم كتبوها، انا عربي مسلم افتخر كي شفت اللغه العربيه نفتخر بها، هاك تعاير فيا انايا، ما عندك ما تعاير. واحد قال لي كي دورتوها بالعربيه انا نكره لي كيف نص، اكره ما شاب يقول لك هاك راه شاب يدير بيت تقيل على الدراجه تاع الطياره، بيت تسلم الصبابيط ما يلعبوش، بيت تسلم لي شورت، هاي محشيت لك، هاك راه لا بيت كره، ها راه بالشيخ يا يكره يا يكره هو دار، ما جرى يا محرز كي والو، محرز كي والو، مي شاف الشعب جايبها موراه دار، ها ما كان والو، انتوما راكم تحضروا برك، لا شوفوا الناس كيفاش، شوف الناس كيفاش تحضر، الله يبارك، يعني تفرح، والله لا تفرح لهم، شوف عامر بن علي، عامر بن علي حاجة يا سي محمد. يعني كان تاريخ في المولودية سي محمد، كان 10 وكابيتان عامر بن علي، سمعتوا معنا لازم من فلونتاين مون، سمعت جمال وسمعت بعض الناس، فلونتاين مون داير حاله، فلونتاين مون عجب كاع اللاعبين، ما كانوش بالك في بالهم باللي يرجع بالقوه هذه، راح حب يفرض نفسه جاي ديسبي تاعو، حب يفرض نفسه بالطريقه تاعو، حتى وبالك انا نعيب عليه انه يروح للشوك بزاف، لازم يحافظ على روحه، لازم يحافظ على روحه في المقابلة الجاية، لأنه هذا وين مولي من إصابة، لازم على الأقل يحكم لوكور تاعو، يحكم مليح لوكور تاعو، باش يقدر من بعد يقدر ما يلتحمش كاع باللاعبين، يقدر ما يكونش كاع. الحاجة الملاحظة ثاني لي زوتوماتيزم أونتر لوي يفاغولي، وين كانوا بزاف ملاح، بلا هذا واش كنا نهضروا بالخزره تعرف بلي راح ان دو تروح، كاين دي فوا وين حتى تروا فوا، سليمان الشابه مع الفاغولي باش يدخل المحرز هذاك لو كولوار يكون كي نشوفوا لي زوتوماتيزم محمد، كي نشوفوا لي زوتوماتيزم هذو تاع لاعبين كيما عطار فيغولي بونجاح بليلي، تحس بلي هادو اللاعبين لعبوا اكثر مع بعضهم بعض،
ماشي كيما تشوف اللاعبين الاخرين اللي جاوا جدد واللي راهم يتاقلموا في الفريق كيما هضر على بدران اللي دار مقابله قريب احنا نقولوا جيده لان ما صح المنافس كان بعيد شويه على تاعنا الفرق كبير بزاف لكن البلاسمون تاعو كي نجي يجيو احنا نجيو انديفيديوالمون على البلاسمون تاعو لونتيسيباسيون مع اللاعب ادفيرسير هذه الحاجه اللي تقدر تهضر عليها احنا ماذا بينا نشوفوا المقابله الجايه ان شاء الله يعطي لهم اكثر ان شاء الله هذوما اليوم نتايا عندك محور الدفاع الاساسي في المباراه لو 11 تيب تاع بالماضي في لي غران رونديفو باين يغير في المباريات الاخرى لكن في لي غران رونديفو لو 11 تيب تاعو تقريبا باين محور الدفاع بالعمري مع عيسى مندي ما لعبش امس بالعمري دخل كاحتياطي 15 دقيقه باش زاد كسب ربما المنافسه ما كانش مبرمج يلعب لانه ربما امام الكاميرا كان واثق من نفسه لم يرتكب اخطاء يعني مشجع جدا ظهور بدران نريد ان نتحدث عن توبا لاننا نملك ايضا بعض اللقطات عن هذا اللاعب في مباراه الامس نشاهدها سويا وبامكانك التحدث عنه محمد احمد توبا اللاعب هذا عنده تموقع جيد ممتاز بالراس شفنا خاصه فلوري نشوف محمد كنا نرونسيو بثلاثه تقريبا زوج ولا ثلاثه عنده ان بون بي غوش هو يلعب برجل يسرى فقط عنده ان بتيت شويه لون في الديبار كي يهرب مع جوار ولا عنده ان بتيت ريتار في الفيتاس باش يريكيبيري البالا كي يروحهم ديال مع يعني في ثنائيه مع لا شوف حتى انا بالماضي شوف كيفاش يتحدث معاهم يوصي في بدران على حساب واش نفهم انه هذا اللاعب لازم تعسوا مليح عندكم مش بزاف والله لازم تعسوا مليح شفنا شحال من مره كيكون يضرب ولكن يبقى قيمه شاب لاعب شاب نحتاجه ان شاء الله وعنده يعني بين بلي عنده مؤهلات احمد توبا باش يكون بديل جيد في المنتخب الوطني اللهم يعني بان كاش واحد اخر في محور الدفاع كما قال جمال بالماضي وتابع العديد من اللاعبين احمد توبا يا جماعه الخير اختار الجزائر ويلعب للجزائر ولن يلعب لبلجيكا كما صرح البعض في الصحافه البلجيكيه لا ندري من اين اخرجوا هذه المعلومات نعم زيد الدين فرحات لم نتحدث عنه عامر زيد الدين فرحات معروف انا هذا الصح بعد عودته كان غايب في طربوسه الاخيره ولا بعد عودته او هضر عليه ديجا بالماضي اللي قال لك انا على بالي علاش ما زقيتلوش او عاود زقالو ينتخل دار مقابله ل ظن تقريبا في المستوى نعم عندك معلومات لماذا متقلق تاعو جاب لماذا تاخرت دعوه فرحات الى مباراه اليوم؟ زين الدين فرحات كان عنده مواعيد مع فريقه وخرج من مدينه نيم تلقى دعوه ولكن في لما صارت المشكله مع فريقه وخرج من مدينه نيم تلقى دعوه ولكن في لما صارت المشكله تاع الانديه الفرنسيه تهضر على تربص مارس او هذا التربص هو بالماضي كان صرح سابقا وقال انا وفرحات نعلم جيدا لماذا لم في سوء تفاهم في الكومينيكاسيون سوني با فورسيمون افيك بالماضي ليس من الضروري انه يكون بالماضي لما يقول لك كان لي يعني يقدر يبعث مع عمور لاجوان تاعو يقول له عمار اسقي للاخر مي هو اللي قال له دونك سي لوي كي اسيم في الكونفيرونس دو بريس نعم. يقول لك قلت لعمار قول له بعد عمار جا قال لي حكايه كبيره تولي فيلم هي ما كان والو محمد حنا الناس يتخايلوا يديروا فيلمات او ديلور وهذا والله الا يتخايلوا محاو قاعد ما عندوش شي كتاب ولا الله اعلم يديروا سيناريوهات على بالك اقسم بالله تحشم انك تقول انا من اهل هذه المهنه والله تستحي ربما بالك حنا غالطين وهما نبغات الله يبارك ما شاء الله حنا انا كي نروح نهضر مع واحد في لوفيسيال يقول لي يا ودي هذه المعلومه خرطي كيفاش انت تقول لي فرحات يعطينا المعلومه الصحيحه حول فرحات لماذا تاخر استدعاء فرحات الى هذا التربص تاخر لانه قالها الكوتش بالماضي هناك لاعبين ممتازين هناك محرز قالها الكوتش بالماضي هناك لاعبين ممتازين هناك محرز وهذه المره بالك انت كل 16 جبت 30 جوار واخي لا عندك 23 26 كما يسمح به القانون باسكو اللي يعرف مليح ستاج بلوكي ستاج دونتريمون ولا راسون دو مون مازال ما نسالش السؤال وعلى بالو عمار وعامر راح العمار عمار ما كانش حاضر سي فو دون زي راسومبلومون هذه برك باسكو يا لي زاميكال لي رونكونتر اميكال يعني المباريات الوديه سمح لنفسه في الماضي يجيب 30 لاعب اربع حراس مع مرات
ماشي كيش تقول طوبة ثقيل صايف. قول قول بن عمري خير طوبة بن عمري. أنا عندي طوبة خير خلاص. أنت ما تجوز تهضروا راكم تهضروا ديروا كيما هكا بالماضي قال يا أنتوا ما تقولوش أنتوا ما تقولوش أنتوا ما عندكمش رأي ما عندكمش رأي أنتوا ما ولا هكا. أنت فيه مصدرت فيه مصدر دوروك